مشاهدينا الأحباب في كل مكان، بنسعد بكل متابعينا عبر قناة البلد الفضائية في كل مكان. نحن معكم الآن من دار المهندس، ونقول لكم البرنامج الانتخاب لانتخابات الصحفيين. من 30 سنة ما كان في انتخابات، يمكن دي لأول مرة تكون في انتخابات حرة نزيهة. معنا ضيوف كثيرين من خلال المساحة دي، ومعنا أول ضيف الأستاذ محمد. مرحب بك وسعيد بك عبر قناة البلد. مرحب بك، وإن شاء الله يعني الأمور تمشي كلها طيبة. وبالنسبه لانتخابات الصحفيين، اتمنى انها تكون ممارسه ديمقراطيه حقيقيه، لانه حقيقه طولنا من الممارسات الديمقراطيه والانتخابات النزيهه. وفي النهايه مهما كان الفائز منه، في النهايه حيخدم الصحفيين، يعني مهما كانت الغايم الفائزه منه. فعشان كده احنا نتمنى اذا تمت الممارسه دي، حتكون بالمناسبه فتح عظيم جدا، انه حيكون كل الكيانات التنظيميه الثانيه، المعلمين، الاطباء، المهندسين، تمشي بنفس النسق وبنفس الطريقه. فبنتمنى انه الامور تمشي. لحد الان الامور ماشيه بطريقه كويسه، يعني متناسقه مع الاجواء الان، اجواء الخرطوم الان. فان شاء الله يعني اتمنى انها تمشي بطريقه كويسه وطريقه ديمقراطيه، على اساس انه نحس انه نحن كمواطنين سودانيين يعني بنمارس ديمقراطيه. يعني ما ممكن نحن حياتنا كلها بس يا بالنزاعات يا بالقوه يا بكده. فبنتمنى انها تمشي بديمقراطيه، و يعني يتمنى ان اليوم يعدي على خير. واذا عدى على خير، بنقول للشعب السوداني مبروك في ممارسه ديمقراطيه حقيقيه، كل الاطراف شاركت، وفي النهايه حتى الخاسر هو كاسب، لانه في النهايه ممكن المره الجايه يشارك بطريقه كويسه، وهذه بالنسبه له خطوه اولى. استاذ محمد، كلمنا عن احساسك، يعني يمكن دي لاول مره من 30 سنه تكون في انتخابات للصحفيين، انتخابات حره نزيهه لنقيب الصحفيين لمجلس الصحفيين، فكلمنا عن احساسك في اللحظه دي الان. هو انا زي ما قلت لك، هو احساس جميل انه انا يعني اشعر بانه في ممارسه ديمقراطيه، لانه الديمقراطيه بتعني هنا بتعني حفظ حقوق الكل، والديمقراطيه بتعني انه في النهايه كل الناس بتحتكم للقانون. فطالما انه في ديمقراطيه معناتها الناس ماشيه بالطريقه الصحيحه. فيعني الواحد احساسه حقيقي احساس جميل، انه بغض النظر عن الفائز منه او الغايم الفائزه منه، فكل الناس كسبانه. كسبانه في شنو؟ في الممارسه الديمقراطيه. اما بالنسبه للعمل العام، اي عمل عام لازم يكون فيه معارضه ويكون فيه اداره. فالمعارضه ذاتها لما تكون معارضه بناءه بتكون هي مكسب، يعني بتكون مكسب. اقرب مثلا النظام الامريكي، مره يفوز الحزب الجمهوري ومره يفوز الحزب الديمقراطي، لكن في القضايا اللي بتهم البلد الحزبين بيتفقوا على القضايا المصيريه. فنتمنى انه الممارسه الديمقراطيه تكون فتح للسودان ولكل النقابات. شكرا لك استاذ محمد. سعيدين بكل مشاهدين عبر قناة البلد الفضائية، واكيد لسه معانا ضيوف تانيين من دار المهندس. انتخابات الصحفيين لأول مرة من 30 سنة، إن شاء الله يا رب انتخابات حرة ونزيهة. الأستاذة درة جنبو المرشح لنقيب الصحفيين هتكون معانا في المساحة دي. حبابي، كيف أستاذة درة؟ أهلا وسهلا، مرحب بكم. أهلا وسهلا، سعيدة بالحديث لقناة البلد، أنا أعتبره بيتي. أكيد. نحن كمان أسعد، لأنه زي ما قلتي أنت بنت البيت، يعني ما قريبة عننا. أستاذة درة، يعني لاحظنا أن أنت من دون المرشحين ديل كلهم، يعني أنت خطوطك الأقوى وحظوظك كانت واضحة، فكلمينا عن برنامجك الانتخابي. أنا برنامجي الانتخابي اخترته على أساس أن هذه نقابة تأسيسية، لا يمكن أن تقدم وعود أو مقترحات أو أفكار هي تقليدية ممكن تنجزها أي نقابة مستقرة راسخة قديمة في بلد. نحن بلد طالع من تفاصيل بتتطلب لازم نعايل لمشروع النقابة بزاوية مختلفة. نحن بلد طالعة من حروب أهلية، طالعة من دكتاتورية طويلة، بدعاني انهيار اقتصادي، بدعاني قبضة عسكرية حاليا، دي كلها مؤشرات بتخلي النقابة لازم تكون برامجها وطموحاتها وسقوفها عالية جدا جدا. نحن محتاجين نقدم خدمات مختلفة وتأسيس مختلف. بلد هي نفسها في مرحلة تأسيس جديد ومرحلة انتقال جديد، بمعنى انه نحن من 2019 ابريل نحن في حالة بتاعت تأسيس جديد للدولة السودانية، رغم كل اللي بيحصل حاليا ورغم التطورات اللي حصلت فيها في غير الاتجاه المحمود. وعشان كده لازم تكون في نقابة قادرة تشوف التفاصيل دي بشكل واضح وتكون مشارك فيها وتعمل جهدها كله لبناء جديد للبلد، ويكون عندها فيه حجر الزاوية. وبرضه حاجة مهمة تانية، انه نطلق الفرصة دي، التقطوها آخرين في قطاعات مهنية ونقابية أخرى تقوم بدورها وتقوم بمهمتها في أنها تنجز تكوينات النقابية.
البلد زي ما قلت أنا في حالة تأسيس جديد وتاريخي، بمعنى أنه ليست نقابة لها علاقة مباشرة بالسياسة بقدر ما إنها لها علاقة بالمجتمع. التغيير في السودان ما تغيير سياسي، التغيير في السودان تغيير مجتمعي واجتماعي وطويل جدا، حيكون لابد يكون بكل وضوح للصحفيين فيه مساهمة واضحة وقوية. آخر انتخابات حدثت في السودان رغم التحفظات عليها ورغم انها ما كانت انتخابات حقيقيه، لكن المشاركه فيها كانت ل 25% فقط من السكان من المواطنين. النقابه الجديده محتاجه تكون هي صوت ال 75% من الشعب في لحد اخر لحظه. يعني الانتخابات ومع بعض، يعني نحن والمشاهدين اكيد هنكون شايفين الزخم الحاصل ده، حنكون شايفين كميه الصحفيين كميه الزملاء المشاركين في الانتخابات. بتقولي لي كل الزملاء شنو؟ بتقولي لي كل الناس شنو في حاله انتهى اليوم ده بخير؟ ان شاء الله هينتهي بخير، هينتهي بخير ان شاء الله. ونحن بنطلق صافره البدايه لقطار العمل المهني والنقابي في السودان. انا اخترت اني اترشح مستقله لانه راغبه في العمل مع اوسع طيف ممكن من الزملاء. من حسنات البرنامج او نظام التصويت الحالي انه قايم على التصويت الفردي، فبالتالي لما تنتخب ناس من قوائم مختلفه دي فرصه جيده للنقيب الجاي انه ينفذ برامج الجهات المختلفه والاصوات المختلفه من الصحفيين، وبرضه يستعين بجميع الصحفيين. انا بتعهد اني انا اشتغل مع جميع الصحفيين على تغيير حقيقي وعلى تاسيس نقابه حقيقيه، ولن اخذي لكم ابدا ان شاء الله باذن الله تعالى. ربنا يوفقك ويوفق كل الزملاء ان شاء الله. استاذ علي الدالي سعيدين بيك، وان شاء الله ربنا يجعل التوفيق حليفكم. الله يبارك فيك، تسلم. ان شاء الله انا علي الدالي مرشح في غايمه الوحده الصحفيه. اليوم هو يوم عرس صاحبة الجلالة، يوم عرس الصحافة السودانية. اليوم نحن بنصوت لنقابة غابت عن الصحفيين لمدة 33 سنة. كان في اتحاد الصحفيين السودانيين هو الممثل الوحيد للصحفيين، لكن في فرق كبير ما بين الصحافة ما بين النقابة والاتحاد. الاتحاد معني تماما بتطوير المهنة وترقيتها، لكن النقابة هي المعني الوحيد بحقوق الصحفيين ومتابعة حقوقهم والدفاع عن حقوقهم. نحن عشنا في أيام في سنين ظلامية كانت بتمارس كل أنواع أصناف الظلم والاضطهاد ضد الصحفيين. عايشنا في الفترة الماضية في السنوات الماضية، نحن عمرنا في الصحافة كبير جدا، عايشنا اضطهاد الصحفيين، عايشنا غياب المعلومة، عايشنا الراتب القليل، عايشنا بيئة العمل السيئة. كنا بنواجه في السلطة ونواجه في الناشرين، كنا نواجه في السلطة اللي قاعد تمارس علينا الإرهاب، واللي قاعد تمارس علينا الاضطهاد، واللي قاعد تصادر حقوقنا في الحصول على المعلومة، في بتحتقل الصحفيين، بتغلق الصحف، بتغلق القنوات الفضائية، بتمارس أنواع وأسوأ أنواع مصادرة الحق في التعبير، وبتمارس أسوأ وأسوأ أنواع مصادرة الحريات في البلد. واجهنا كل ده في السنوات الماضية، سنوات ما قبل الثورة كانت سنوات ظلامية، بعد الثورة أيضا عانينا كثير جدا، في خاصة في موضوع الحصول على المعلومة، وخاصة في بيئة العمل السيئة واللي اتدهورت أيضا بعد الثورة، وخاصة في جشع الناشرين برضو اللي اتدهور بعد الثورة لأسباب عديدة. يعني نحن اليوم دايرين نستعيد قوة النقابة، دايرين نقدم للشعب السوداني نموذج الصحفيين السودانيين دايرين نقدمه للشعب السوداني نموذج انه البلد كلنا، وانه في امكانيه لانتخابات حره ونزيهه وممكنه، وانه نحن ممكن نطلع بالبلد دي من ازمتها اذا مارسنا الديمقراطيه بحذافيره. اليوم نحن بنمارس في عمل ديمقراطي، بنمارس في حقنا الدستوري، ما دايرين نلتفت لاي اصوات نشاز بتقول انه نحن ما شرعيين. نحن شرعيتنا بناخذها من القاعده الصحفيه، وشرعيتها بنصنعها برانا ان شاء الله. نحن اليوم يعني ما همنا نفوز يفوز علي الدالي بقائمه الوحده الصحفيه، لكن المهم نصنع نقابه، المهم عندنا انه نجد نقابه. كل الزملاء في كل القوائم هم احبابنا واصدقائنا وزملائنا، بنثق فيهم تماما في كل القوائم. المهم نحن نصنع نقابة ونوجد نقابة تدافع عن حقوقنا، دي مطالبنا الحقيقية كلنا متفقين عليها، كلنا في كل القوائم متفقين، بس نحن بنتنافس تنافس شريف. شكرا جزيلا.
مستعدين بالاستاذ مصطفى احمد مختار عضو اللجنه التنفيذيه لنقابه الصحفيين. مرحبا بك استاذ وسعيدين بك عبر قناه البلد. مرحبا بكم، مرحبا بقناه البلد العملاقه، واحيي كل المشاهدين في هذا اليوم التاريخي. اتمنى انه نقول كلمه طيبه في حق انتخابات نقابه الصحفيين، ويجب كما قلت قبل قليل من نحيي شهداء الثورة السودانية الذين لولا أرواحهم الطاهرة الزكية لما وجدنا هذه الفرصة من الحرية لنمارس حقنا في الاختراع وفي التصويت وفي وضع لبنات الدولة الحديثة في السودان. أنا كعضو في اللجنة التمهيدية لنقابة الصحفيين تم انتخابنا انتخابا مباشرا في يوم 26/3/2022 عبر جمعية عمومية ناجحة. كلفنا بإعداد النظام الأساسي، وكلفنا بإعداد ميثاق الشرف الصحفي وحصر العضوية خلال 4 شهور عمل مضني وجهد، استطعنا بتوفيق من الله وبالتضامن القاعدة الصحفية أن نتوج كل هذا الجهد في جمعية إجازة النظام الأساسي يوم 26 يونيو، وفي هذا اليوم التاريخي بتدافع الصحفيين نحو الصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم في النقابة اللي هي نقابة مطلبية تتمثل في أن يكون للصحفي مهنيته وأن يكون له حقوقه وأن يكون له صوته الجهور كسلطة رابعة. حقيقة أنا سعيد في هذا اليوم أن نسلم الراية للنقابة القادمة ونقول لهم عضوا عليها بالنواجذ. هنالك معارك كثيرة جدا سنخوضها. هذه النقابة ما يميزها ليس فيها إقصاء لأي أحد بانتماء سياسي أو غيره، الانتماء للمهنة والانتماء لمن يريدون أن يطوروا مهنة الصحافة. وهذا يوم تاريخي، السودان كله ينظر إلى هذه التجربة باعتبارها تجربة أولى تظهر صناديق الاقتراع بعد 33 عاما من الحكم الشمولي الدكتاتوري. أقول مبروك لأي غايمة تفوز أو لأي مرشح مستغل، والهدف هو أن تكون هنالك نقابة. وقد اتفقنا جميعا كصحفيين غوائم أو مستغلين أن يبارك الفائز للخاسر والخاسر للفائز، وحقيقة ليس فينا خاسر، كلنا منتصرون والسودان منتصر والشعب السوداني كله سينتصر. وأوجه رسالة لبقية الأجسام النقابية واللجان التسييرية بأن تحزو حزو الصحفيين وتشد من قوتها وتتضامن، وأن يكون هنالك نقابات حقيقية تقف مع العامل حتى ينال أجره، وحتى نبني السودان دولة العلم الحديثة الدولة المتطورة. وأقول لقناة البلد شكرا لكم، شكرا جزيلا، وبالتوفيق للجميع. الأستاذ محي الدين شجر مرشح نقيب الصحفيين، حبابة كالف عبر قناة البلد. مرحبا بكم وأهلا بكم قناة البلد، وفرصة سعيدة أنه أتحدث لقناة البلد. كلمنا عن البرنامج الانتخابي وكلمنا عن انتخابات الصحفيين اللي غابت من 33 سنة. بالنسبة للبرنامج الانتخابي اللي أنا دخلت به، وأنه كله يعني ينصب حول الصحفي والمهنة وضرورة إزالة الغبن على الصحفيين في السودان، والعمل على يعني تقديم خدمات لهم، خاصة بعد انحسار الصحافة الورقية في السودان وقيام صحافة إلكترونية. نعتقد حتى الآن لا تستطيع أن تقدم يعني عائد مادي للذين يمتهنونها الآن. الواقع الصحفي في السودان واقع بائس جدا، يتطلب وجود نقابة فاعلة يعني يكون تركيزها نحو خدمة قضايا القاعدة لا الانشغال بالعمل السياسي، وتظل نقابة سياسية مثل الأحزاب.
سعيدين ايضا بتواجد الاستاذ الصحفي ايمن بدوي عضو الجمعيه العموميه. مرحبا بك استاذ ايمن. مرحبا بك، مرحبا بقناه البلد، شاكرين لكم تواجدكم معنا في اليوم المفصلي والتاريخي في تحرر الصحفيين وانشاء نقابه حره مستقبليه ان شاء الله من اجل الصحافه الحره ومن اجل الصحفيين باذن الله ان شاء الله. نحن عزمنا انه تكون في نقابه حره ونقابه نزيهه، نقابه تعبر حقيقه عن الصحفيين بعيدا عن النقابات الحكوميه والنقابات الحزبيه والنقابات اللي تاتي دائما بتوجيهات عليا. والان هي نقابه حره فيها كل المرشحين من كل الاطياف الصحفيه بطريقه سلسه و توافقية بالرغم من وجود 4 قوائم، ولكن أنا أعتقد أنه أي قائمة من القوائم الأربعة يقدر لها الفوز فهي تمثل الصحفيين الأحرار، تمثل الصحفيين المهنيين الحقيقيين في 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 سبيل انعطاق وتحرر كل النقابات وكل العمل النقابي بالسودان حتى يصبح عمل حر لا موجه ولا توجيهات لديه من قبل الدولة ومن قبل الأحزاب ومن قبل أي كيانات أخرى. لذلك تجمع هؤلاء كلهم كصحفيين وكمهنيين قرروا أن ينتزعوا حقوقهم في ما بعد الثورة، وقدر لنا أن يأتي هذا اليوم وأن تصل هذه الجموع كلها لتعبر عن إرادتها الحرة وعن اختيارها في من يقود الصحفيين في فترات قادمة إن شاء الله. مشاهدينا الأحباب في كل مكان، كانت مساحتنا من دار المهندس نقل لكم انتخابات الصحفيين بضيوف مختلفين لأكثر من 33 سنة لأول مرة في تاريخ الصحافة السودانية انتخابات حرة نزيهة. التوفيق لكل الصحفيين السودانيين المرشحين في الانتخابات دي حتى يتجدد اللقاء عبر قناة البلد الفضائية. في أمان الله وحفظه.